بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالجميع في قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة وصحة رمضانكم. الوصفات تاع مائدة رمضان اليوم، درت طاجين الزيتون بطريقة هايلة وجيدة، يجي بها طاجين الزيتون ما شاء الله في غاية الروعة. درت سلطة الباذنجان المشوي بالفلفل الحار، وعندي شوربة فيرميسال. تبعوا معايا الفيديو للنهاية باش تشوفوا تفاصيل تحضير هذه الوصفات. ما تنسونيش أخواتي بلي جام لا فيديو وأبوني القناة وضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي. ومباشرة إلى المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، دوك نعطيكم مقادير تاع طاجين الزيتون. عندي هنا طرف تاع الدجاج اللي راني غسلته مليح وشللته مليح بالماء والخل. نحتاج زروتية، كل واحدة دير على حسب العائلة تاعها سواء دجاج ولا زروتية. عندي كمية من الزيتون اللي راني بيته ليلة كاملة في الماء، بعد صباح شللته زوج خطرات وتنحالو الملح. نحتاج حبة بصل تكون كبيرة مسكرفجة، ثلاثة سنين تاع الثوم يكونوا هكذا شوية ملاح. نحتاج توابل الملح، فلفل كحل، تابل خاص بالدجاج، شويه كركم، شويه زنجبيل. وطبعا الاطباق تاعنا التقليديه نديروهم يا بالسمن يا بالزبده مع شويه زيت. دوك على بركه الله نبداو في الوصفه تاعنا. بسم الله، دوك في لاكوكوت انا راح نستعمل لاكوكوت باش طاجين الزيتون تاعي يطيب لي بالخف. ندير ثلاثة مغارف تاع الزيت، راح ندير نص مغرف، هكذا فات شوية نص مغرف تاع السمن. نخلي السمن يذوب باش ندير الدجاج يتقلى. دوك السمن راهو ذاب، رايح ندير طرف تاع الدجاج باش يتقلى شوية. نقلبهم هكذا على الجلدة تاعهم باش يتحمر. نخلي هكا الجلد يتقلى شوية من بعد نزيد الخبز باش نكمل الوصفة تاعنا إن شاء الله. فوق كي تقلى لي شوية الدجاج راح نضيف البصل لي قلتلكم حبة تكون كبيرة ومسكرفجة. هكذا نسيت نخليه يتقلى مع يتقلى الدجاج مع البصل. وانا نقطع زروديا بيد ما الدجاج راهو يتقلى، راح نقطع زروديا بهذا الشكل هكا دائري، نروح له شويه بالطول هكذا يعطينا هكذا تعطينا شكل شباب الطاجين تاعنا. هكذا دوك البصل راهو تقلى شوية، رايح نسكر في جالي ثلاثة سنين تاع الثوم. نزيد يعطينا البنة للطاجين الزيتون الثوم، يجي روعة ما شاء الله.
ندير الورقة تاع الرند، دوك ندير راح ندير التوابل، راح ندير الملح، راح ندير الملح منكسروش طبعا، لأنو كما تعرفوا الزيتون ما هكذاك نحينا له الملح، بصح كي يطيب يزيد يطلق شوية. عندي هنا فلفل كحل، ندير شوية فلفل كحل، عندي هنا تابل خاص بالدجاج، بما أنو راني نطيب بالدجاج نحب ندير شوية تابل خاص بالدجاج. عندي هنا كركم راح ندير منو شوية باش يعطينا لون شباب للطاجين، تجينا المرقة تاعو صافية وصفر. الله الله يبارك. نزيد ندير هنا زنجبيل تاني راح ندير منو شوية، هكذا دوك نحرك مليح ونخلي الدجاج تاني يزيد يتقلى شويه مع هذه التوابل باش ندير باش نمرق. على الاقل نخلو هكذا 5 6 دقائق يزيد يتقلى مليح. زروديه ثاني راني قطعتها بهذا الشكل، قطعتها شويه خشينه باش تحافظ لي على الشكل تاعها وهي طيب. نديرها ثاني نقلها هكذا شويه مع الدجاج باش تدي من بنا هذيك تاع التوابل وتجينا بنينه. نزيد ثاني الزيتون نخلوه هكذا يتقلى شوية كاع هكذا مع الزيتون وزرودية والدجاج. صدقوني ديجا ريحة تاعو راهي تعبق هنا في الكوزينة. كي تقلى مليح طاجين الزيتون تاعي عاودي كيما راكم تشوفو عطيتلو وقتو في التقلية. دوك رايحة نمرق بالماء سخون، بسم الله. هاكاك راني مرقت غير بليترا تاع الماء، حطاش ريحة نغلق لاكوكوب ويطيب لي بالخف، ما يسحقش يعني طيب بزاف، هكذاك 20 حتى 25 دقيقة يكون طاجين تاعنا طابس ان شاء الله. نغلق عليه لاكوكوب ونخليه يطيب. دوك بيد ما طاجين الزيتون راهو يطيب، انا رايحة ندير شوية سلطة باذنجان مشوي. عندي طوماطيش والباذنجان فلفل حار، رايحة نشوي كلش، ندير شوية بالفلفل كي نشوي الباذنجان والطوماطيش، رايحة نشوي ثاني الفلفل الحلو، رايحة ندير شوية بالفلفل الحلو شوية بالفلفل الحار، خاطرش كاين مولادي اللي ما ياكلوش الحار، رايحة ندير لهم بالفلفل الحلو، والحار راني رايحة ندير من هذا اللي يجي بزاف حار يعني. هاوليك ندير ثاني نزيد شوية من هذا، والثوم ثاني كيف كيف رايحة نشوي. دوك في الطابونة رايح نشوي كامل الخضر اللي شتوها معايا، الباذنجان والفلفل الحار والطماطيش والثوم، من بعد كي نكمل نقيهم كامل نولي لكم من بعد باش نكملوا الوصفة تاعنا كيف كيف ان شاء الله. هاوليك دوك كيما راكم تشوفوا طاجين الزيتون راهو طاب وتجمر، جا ما شاء الله جا روعة. دوك ما بقى لي غير نزيد له شوية فلفل كحل، رشة فلفل كحل ونزيد له شوية معدنوس. ونطفي عليه
ليك الخضار بعد ما شويتها، وليك الباذنجان والطماطيش مع الثوم. الباذنجان لازم هكذا حتى تشوفوه ولا طري، والقشرة تاعو ها وليك تنحها، ها وليك تنحها فاسين من القشرة تاعو. والفلفل تاني راهم راني شويته، نعاود نولي لكم فيما بعد باش نقيه كامل، نقي الطماطيش والباذنجان والفلفل، من بعد نولي لكم باش نكملوا الوصفة تاعنا ان شاء الله. هاي ليك دوك سلطة الباذنجان راهي طابت، يعني راهي ريحتها تشهي ما شاء الله. راح نديرها شوية زيت زيتون، نحركها كاع هكذا مليح باش تدخل فيها هذيك، تدخل فيها زيت زيتون. راح نطفيت عليها. دوك راح نديروها في طبق التقديم، دوك راح نديرها في الطبق اللي راح نقدمها فيه. صدقوني كي تجربوها ما رايحينش تستغناو عليها، انها فعلا سلطة ولا اروع. خاصة مع المطلوع ولا الكسرة اليابسة جيكم ما شاء الله. انا دوك رايحة كي راني كملت الطياب رايحة ندير الفطير اللي راح ناكلو به هاد السلطة. بسم الله راح نزين الطبق تاعي بالسلطة تاعي بحبة تاع الزيتون، نجي ما شاء الله مع الفلفل الحار، صدقوني روعة. هكذا نزيدو شوية تاع زيت الزيتون هكذا من الفوق باش تبان لها هكا. دوك بنفس الطريقة اللي درت بها السلطة سلطة الباذنجان بالفلفل الحار، رايحة ندير ثاني بالفلفل الحلو بنفس الطريقة. كاين ولادي اللي ما ياكلوش الحار، صافي رايحة ندير لهم بالفلفل الحلو. هنا رايحة نشمخ خبزات تاع فطير، رايحة ندير هنا قسمة، ندير ثلاثة خبزات، ندير على سميد شوية تاع الملح، بسم الله. عندي هنا زيت زيتون، حندير نص كاس، نص كاس زيت زيتون. نحرك الزيت مع السميد، وكي حركت الزيت مع السميد دوك راح نشمخ بالماء. بسم الله هكذا حتى يتلم لي العجين. المائدة تاعنا دايما نبداوها بالشوربة، الشوربة اللي رانا قسمناها كاع كيف كيف، قالت لنا شوية هاي ليك قسمتها كاع على طباسة على لي بول تاع الشوربة. شوربة فيرميسال كيما
راكم تشوفوا درت طاجين الزيتون، صدقوني جا هايل وفي منتهى الروعة، وأكيد أكيد راح يكون بزاف بزاف بنين. جربوه أخواتي، أكيد ما راحينش تندموا. درتو في لاكوكوط، غلقت عليه 20 حتى 25 دقيقة، فتحتها لقيت الدجاج راهو طايب زبدة بدون ما يطيح، هاولي كيما راكم تشوفوا بقى دي مغصو يعني ما تفتتش، وزرو دياره طيبة زبدة، والزيتون ما شاء الله ما عندي ما نقول. لاصوص خليت له شوية تاع لاصوص، يعني لازم تجي هكذا شوية خاطر ما تجيش مايها، نحبو نغمسو في طاجين الزيتون. ودرت سلطة باذنجان مشوي، درت كل شيء مشوي بالطوماطيش بالفلفل الحار بالثوم، طوماطيش ثاني مشوية درتها، ما حمستها شوية مع الزيت وشوية فلفل كحل، في الأخير درت لها زيت زيتون وزينتها بحبات زيتون أخضر وأسود. والشوربة تاعنا اليوم ولا السلطة المشوية رايحين ناكلوها الفطير، هاوليك جا ما شاء الله. انا نحب كي ندير الفطير اللي ناكلو به الشوربه ولا ناكلو به سلطه، ما نديروش كاطو، نديرو هكذا يجي طري، ما بصح ماشي كي يتفتت. نديرو كاطو كي نديرو كي نشربو به قهوه حليب مثلا، نديرو يتفتت بزاف، بصح هكذا مع الشوربه ولا هاوليك كيفاش راهو طري ما شاء الله. اخواتي ولا عجبتكم مائده رمضان ليندا ياسمين تاع اليوم، ما تنسونيش بلي جام لا فيديو، وابوني للقناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، والى الملتقى مع فيديو اخر من فيديوهات ليندا ياسمين للطبخ، وصحه فطوركم.